السلام عليكم. إذا بسم الله على بركة الله نبداو ليكسبليكاسيون ديال هذا الموديل Entretien et réparation de circuit de climatisation موديل M14 بالنسبة للسيكتور ريم réparation des engins à moteur option automobile première vidéo. غادي نحاولو نجاوبو على كلكو كيسيون باش إن شاء الله نبداو الدرس بواحد الطريقة اللي هي منهجية. première question: qu'est-ce qu'un chauffage et une climatisation. Mais les quand que le climatisation, yani air conditionné A slash C, que yani air conditionné, yani واحد الهواء اللي هو موجه بواحد المعايير اللي هي متحكم فيها مسبقا, يعني prédéterminé. يعني كنت كلمو على الكليماتيزاسيون وكنت كلمو على الشوفاج. Une climatisation est un appareil qui peut contrôler la température et déshumidifier, contrôler la circulation d'air et filtrer et purifier l'air en option. Une climatisation est un appareil. La climatisation est un système. Appareil, on a un cadre entre guillemets. Système. Système. Qui peut les radiateurs et contrôler la température, c'est-à-dire il y a une la température qu'on me chauffe ou qu'on a faut la température c'est qu'on me chauffe là, c'est-à-dire le chaud, l'été, safe ou là la température qu'on tala les kangoulo chauffage, c'est-à-dire qu'on la température qu'on tala, c'est-à-dire l'hiver ou déshumidifier, même elle a déshumidifier ou un short اللي كيحددوا اللي كتحددوا اللي كيحددوا السيستم دو كليماتيزاسيون هو انه خصو يديشوميديفي. ما معنى ديشوميديفي؟ لاحظتوا هنا كاين واحد بريفيكس دي هوميديفي سي الرطوبه لوميديتي, هنا ديشوميديتي هي تجفيف. ما معنى تجفيف؟ يعني هذاك الهواء اللي غادي يدخل لابيتاكل, وكنعنيو هنا بلابيتاكل يعني لو صالون كيف ما كي معروف في عند الناس ديال لاتولي الصالون ولا لو رونتري ولا لانتيريور ديال الطوموبيل, خاص هذاك الهواء اللي يدخل خاصو يدخل مجفف. حنا كنعرفوا واش كتعني الرطوبه بالنسبه للصحه ديال الانسان وبالنسبه لي ماتيريو, يعني ما معنى ان لا كليماتيزاسيون تبرد لينا الهواء ويدخل رطب, خاصو يدخل هواء déshumidifié, yani mujaffaf. Contrôler la circulation de l'air, bien sûr, là, كنبغيو يا اما الباساجي هو الاول يمشي ليه الهواء ولا يمشي الكونديكتور ولا يمشي لاريير, حنا كنوجهوا الهواء. يعني يا اما كتكون اوبسيون مانيوال, يعني عندنا واحد الكورسور كنحركوه واحد الكورسور, يا اما كيكون عندنا اوتوماتيك اترافير دي موتور اللي كنتحكموا بهم بلامبيلسيون, يعني اون فوا كتكليكي ولا كتخليه اوتوماتيك. ما معنى اوتوماتيك؟ هنا غادي نشوفها في لا بارتي 2 كليماتيزاسيون. غادي نشوفو الكليماتيزاسيون يل سي ديفيز على اون كليماتيزاسيون مانيوال اي اون كليماتيزاسيون اللي هي اوتوماتيك. ما معنى اوتوماتيك؟ يعني كتحكم في راسها, يعني هي كتعبر الجو ولا كيفاش الجو داير في لاتموسفير اترافير دي كابتور, كنعرفو كيفاش الجو داير في لاتموسفير, كيفاش الجو الخارجي داير, وكتحاول تادابتي الصالون ولا لابيتاكل على حساب هذاك الجو. علاش؟ حيت من ضمن المشاكل اللي كاينين هو ان الكليماتيزاسيون كتسبب البروده, يعني الانسان كيكون في واحد الجو اللي هو بارد كيحل الباب كيولي في واحد الجو اللي هو شو, غادي يخضع لواحد لو شوك تيرميك, غادي الجسم ديال الانسان غادي يتاثر بواحد لو شوك تيرميك, واحد الاصطدام حراري اللي غيؤدي به للسياتيك واللي يؤدي به لواحد المسائل اللي لا تحمد عقباها صحيا. الور هنا ولات عندنا اون كليماتيزاسيون اوتوماتيك, يعني خصني نادابتي الجو. لا كليماتيزاسيون اوتوماتيك كتادابتي الجو اللي على برا يكون متناسب شيئا ما مع الكليم ولا الجو اللي كاين في لابيتاكل. ملي غادي يجي السائق يحل الباب خاص يكون واحد التناسب, ما يكونش واحد لو شوك. فهم هادشي علاش كنشوفو في الكليماتيزاسيون مانيوال غالبية الناس كيكونوا مرض بالرواح ولا عندهم لا غريب ولا مفهوم. اذا عندنا كونترولي لا تمبيراتور اي دي شيميديفي كيطلع لا تمبيراتور وكيجف لينا الهواء, وعندنا كذلك كونترولي لا سيركولاسيون ديال لير, وكذلك عندنا فيلتري اي بيوريفي لير.
هذا سي ان تروازيام افونتاج. ومثلا انا مشيت للبيست، دخلت للبيست، يمكنش هذاك الغبره تدخل ليا لابيتاكل. اذا كاين واحد الفلتر، اذا اش كيدير الكليماتيزاسيون؟ كيفلتري اي بيوريفي لاغ، كينظف الهواء اون اوبسيون، فهم؟